بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب سنن الدارمي للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهرام الدارمي رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين، أمين. الباب 14 من كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم. والوصال في الصوم إنك أنت تصوم عدة أيام دون أن تطعم شيء، متواصل، ولا تشرب شيء ولو جرعة ماء، ده اسمه الوصال. والوصال منهي عنه على الراجح عند الشافعية نهي تحريم، والمقابل للراجح نهي كراهة. لماذا؟ لأنه يضعف الجسم فيمنع الإنسان من الاستمرار في طاعة مولاه فينقطع عن الطاعة. فالوصال نهيه نهي تحريم على الراجح عند، ونص ذلك الإمام الشافعي على أنه للتحريم، وفي وجه عنده أنه للكراهة إن وجد في نفسه القوة. وفي عند الإمام أحمد بن حنبل العلة في النهي عن الوصال الضعف، فإن لم يضعف له أن يواصل. ده في مذهب إيه الإمام أحمد بن حنبل، وبعد إيه أقوال بعض المتصوفة المجتهدين في الطاعة كانوا بيواصلوا ولا يجدوا لنفسهم ضعف، واعتبروا ان علة نهي النبي ايه خايف على الضعف، على ان يضعف الانسان، فان كان لا يضعف زالت العلة فزالت الحكم. فده رأيي، ولكن الراجح انها منهي عنها، فان ضعفت تبقى النهي للتحريم، وان لم تضعف فالنهي للكراهة. واللي يريد ان يواصل ياكل في السحر، أكلة في السحر دي أقصى حاجة. يعني افرض أنت عندك قوة ولا تضعف، يبقى ساعتها، وكثير من السلف الصالح كانوا يصوموا ويأكلوا وجبة واحدة في السحر، يعني مش يفطر على المغرب، لا يفطر على في السحر، يبقى افطار وسحور. وكان الإمام النووي نفسه كان بيعمل كده في نفسه كثيرا ما كان يصوم، وكان يأكل إيه أكلة خفيفة في السحر ويكتفي على ذلك. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الدارمي في سننه الحديث 45 بعد 700 والألف، قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. وإياكم دي يعني إيه؟ يعني دي اسم فعل أمر، يعني احذروا وتجنبوا، يعني نهي شديد. إياكم والوصال مرتين. قالوا فإنك تواصل، لقوا إن النبي بيواصل. قال إني لست مثلكم، لأن النبي قوته تختلف عن قوتنا. إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعني يعطيني قوة إيه الطاعم مش إيه الشارب، لا ليس طعاما حقيقيا، وإلا ما يبقاش مواصل، واخد بالك؟ فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعني يعطيني قوة الطاعم الشارب فلا أحتاج للطعام، لكن أنتوا تضعفوا. عشان كده النبي إيه أمرنا إننا لا نواصل حتى لا نضعف، لأن الضعف يؤدي إلى الانقطاع عن العبادة، والنبي كان لا يحب إن الإنسان ينقطع عن العبادة، أحب الأعمال عند الله أدومها وإن قل. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قيل إنك تفعل ذلك، قال إني لست كأحدكم، إني أطعم وأسقى، يعني أعطى قوة الطاعم الشارب. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث
قال حدثني يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم يريد أن يواصل فليواصل إلى السحر، أقصى حاجة يعني. يعني كان ولا بد واحد فيكم شايف نفسه القوة كده والهمة، فإيه يواصل للسحر، ويجي في السحر إيه يأكل شيء ويطعم شيء. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: إني أبيت لي مطعم يطعمني ويسقيني، يعني ربي. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلم بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين: فإنك تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست مثلكم. والوهابية يقول لك إيه؟ بشر زينا زيه، يقولوها كده الغباوة المعتادة بتاعتهم، ويدعوا إن هم بيقروا حديث وهم ما بيقروش، ولو قرأوا لا يفهموا، ولو فهموا يمتنعوا عن التصريح بما فهموا صراحة إذا خالف مذهبهم بسبب تعصبهم المقيت، تدينهم تدين كئيب يكرهك في الدين. فنسأل الله السلامة من هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم، قال لهم: طب هم برضو إيه من حماستهم وشايفين النبي واجتهاده، برضو مش هين عليهم النبي يبقى ما ياكلش وهم ياكلوا، من حبهم في النبي، فالنبي ما ياكلش وإحنا ناكل، النبي ما يشربش وإحنا نشرب، النبي يقول لهم: ما تاكلوا واشربوا سيبونا براحتي، برضو هو مش هين عليهم من حبتهم في النبي. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه، فراح واصل بهم بقى يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، كان على في اخر رمضان، كان فضل على رمضان يومين ثلاثة، فقال: لو تأخر لزدتكم لحد ما تقولوا حرمنا، كالمنكل لهم يعني المعاقب لهم. حين أبوا أن ينتهوا، وإباؤهم أن ينتهوا حبا في النبي، عارف انت لما تحب النبي وتشوفه كده ما بياكلش، ازاي انا يعني يروق لي اكل والنبي ما اكلش، ازاي يروق لي اشرب والنبي ما شربش، بسبب شده تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا نفهم منهم ان هم مخالفين لامر النبي، بل كان حبهم للنبي اشد من ان هم ياكلوا والنبي لا ياكل، بالرغم ان هو قال لهم كلوا صلى الله عليه وسلم. باب الصوم في السفر. احنا عارفين ان السفر رخصة، بالذات لما يكون سفر طويل حوالي 85 كيلو فما زاد، ويكون سفر ايه طاعة او سفر واجب او سفر مباح او مكروه، كل ده يجوز الترخص فيه. اما سفر الحرام المحرم ده الذي لا يجوز فيه الترخص في السفر المحرم. ايه هو السفر المحرم؟ انت تسافر لإيذاء المسلم او لقتل مسلم، او تسافر رغم ان ايه رغم نهي ابيك وامك ان تسافر، يعني ابوك قالك ما تسافرش انا محتاج، تروح برضه مسافر، ده سفر معصية، اقعد جنب، هو عايزك جنب، وامك عايزك جنبها، ايه اللي يعني ايه تسافر يعني، هي بتقول لك اقعد حاضر، اصل انا كبرت. كبرت ايه؟ ما زالت امك برضه، يعني ايه كبرت يعني؟ طول ما انت كبير كده هو هي عايشه انت ابنها برضه، تسمع كلام، مفيش حاجه اسمها كبرت. كبرت ايه يا استاذ؟ انا امي ميته بقى لها 4 سنين، كانت لاخر لحظه تقول لي يا واد يا يسر، لاخر لحظه عادي، لاني شايفاني عيل صغير. الواد ما جاش ليه؟ الواد اتاخر ليه؟ تقصد انا عادي خالص، وانا متحال على المعاش، لان الام كده نظرها في ابنها مهما كبر هو الواد، فهمت؟ فلازم تسمع كلام الام، وكذلك الاب، واخد بالك، تسمع كلام، والزوجه تسمع كلام زوجها. زوجها قال لها ما تسافريش، وراحت ايه اول ما راح شغله راحت لما هدومها وسافرت، ده سفر معصيه، ما تصوم ما تفطرش فيه ولا تترخص فيه، لان الشرع لا يعينك على فعل المعصيه، الرخصه بتعين المسافر،
فهمت بقى ازاي؟ فلا بد اما تبقى عاصي بالسفر لا تترخص، لكن عاصي في السفر، مسافر سفر مباح، لكن في اثناء السفر قاعد تعاكس الستات وقاعد تكذب وقاعد تعمل حاجات، ده عاصي بالسفر. اللي عاصي في السفر له ان يترخص، والعاصي بالسفر لا يترخص. ففي فرق بين المعصية بالسفر والمعصية في السفر، في اثناء السفر. واضح؟ وعنه بي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد السفر فما تأمرني؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حمزة الأسلمي ده كان راجل عامل ضبط إيه، زي سواق تاكس، إيه بيسافر على طول، كان عنده كده خيل وجمال بيأجرها للناس يسافروا عليها وهو يسافر بيهم، فحياته كده، حياته سفر على طول. والنبي أجاز له أن يسافر أن يصوم الدهر، لأنه عارف أن حمزة لا يضعف. حمزة الأسلامي كان يصوم الدهر، صوم كل يوم، وهو كل يوم مسافر، حياته سفر، والنبي أجاز له لأنه علم أنه لا يضعف. وبالتالي لما سألوا يا رسول الله فقال إن شئت أفطر وإن شئت صم، يعني حسب إيه سابوا بحريته. لكن لو هيضعف في السفر بالصوم يبقى في الحالة دي عليه أن يفطر ويكون عاصي بالصيام إن ضعف بسبب إيه الصيام أثناء السفر. لكن لو لم يضعف هو مخير أن يصوم أو يفطر براحته. عشان كده قال الإيه حمزة الأسلامي وعمر بن الخطاب وستنا عائشة كانوا يداوموا الصيام كل يوم طول السنة، ويفطروا 5 أيام بس في السنة، صاموا كل يوم على طول كده. ستنا عائشة بعد وفاة النبي كانت صائمة الدهر، تفطر بس يوم الفطر وإيه و4 أيام اللي هو يوم الأضحى و3 أيام التشريق، يعني بتفطر 4 أيام في السنة بس والباقي صايمة على طول. كان عمر بن الخطاب كده، وابن عمر كان كثيرا ما يكون صائم الدهر، وكذلك حمزة الأسلامي، دول مشاهير في عصر الصحابة كانوا يصوموا صيام الدهر على طول ما عدا الأيام المنهي عنها اللي هي إيه، اللي هي يوم الفطر ويوم الأضحى و3 أيام التشريق، دول بس اللي منهي الصيام فيه، وكانوا لا يضعفوا، كانوا لا يضعفوا. ولذا لما نهى النبي عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يصوم على طول كان النبي يعلم أنه هيضعف، فقعد بقى ايه مع النبي يقول له انا ايه اكثر، يقول له كفايه عليك 3 ايام في الشهر، كفايه عليك، اريد اكثر يا رسول الله، يقول لحد ما وصل معاه يفطر يوم ويصوم يوم. لكن مع حمزه ومع عمر سابهم يصوم، لانه يعلم النبي ان دول يقدروا ما يضعفوش وده يضعف. وعنه به قال اخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فتح مكة كان في العام الثامن من الهجرة في شهر رمضان، فصام وصام الناس حتى بلغ الكديد، والكديد دي على مشارف مكة، ثم أفطر فأفطر الناس، فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صام جزء في السفر وافطر جزء في السفر، صام جزء في السفر لبيان جواز الصيام للمسافر، وافطر لبيان رخصة الفطر للمسافر صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال اخبرنا هاشم بن القاسم وابو الوليد قالا حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الانصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث عن جابر بن عبد الله انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه، يعني في وسط السفر بس لقى زحمة ومظللين على واحد وهيغموا عليه، فقال ما هذا؟ قالوا هذا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، يعني هيموت نفسه، فهمت ازاي؟ فالنبي كان ايه يكره التعنت في العبادة اللي تؤدي الى الضعف. وعنه به قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا يونس عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء
عن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. يعني ليس من الطاعة الصيام في السفر الذي يضعف صاحبه، لكن لو لا يضعف صاحبه ينعقد صومه وله أن يصوم. باب الرخصة للمسافر في الإفطار. وعن أبي قال: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن أبي أمية الضمري قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فسلمت عليه، فلما ذهبت لأخرج قال: انتظر الغداء يا أبا أمية. قال: فقلت: إني صائم يا نبي الله. فقال: تعالى أخبرك عن المسافر، إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. بالإيه؟ بالقصر، يعني لأنه بيقصر الصلاة الرباعية تبقى ركعتين. قال أبو محمد: إن شاء صام وإن شاء أفطر، يعني على التخيير إن كان الصيام لا يضعفه، أما إن كان يضعفه فلا تخيير، يفطر قولا واحدا. باب متى يفطر الرجل إذا خرج من بيته يريد سفرا. الشافعية قالوا: لو أنشأ السفر بعد الفجر لا يفطر في هذا اليوم. ليه؟ لأنه دخل عليه وقت الصوم وكان في الحضر مقيم. فإذا أنشأ سفره مثلا بعد صلاة الفجر بساعة بساعتين، يبقى اليوم ده ما يفطروش، يكمل الصيام. ده رأي مين؟ الشافعية. ووافقهم المالكية في قول عندهم، وكذا الأحناف. وفي قول تاني وهو الراجح عند الحنابلة، قالوا له أن يفطر في أي وقت طالما هو ناوي يسافر، يفطر في أي وقت. وكان سيدنا أنس بن مالك موضى بالراحلة بتاعته، وإيه، وهيسافر في أثناء النهار، فمجرد ركب الراحلة: ناولني يا ابني كوباية مية شرب. فقالوا له: إيه ده؟ ده لسه ما ده أنت لسه في المدينة. قال لهم: هكذا سنة أبي القاسم. واخد بالك؟ يبقى ايه ده، والرأي ده اللي خد بيه الحنابلة واجازوا ان الانسان طالما مسافر في اي وقت كان له ان يفطر. فاهم؟ مش شرط حكاية انه ايه لازم يكون انشأ سفره قبل الفجر عشان يفطر. يعني الشافعي يقول لك عشان تفطر في السفر تنشئ سفرك قبل الفجر، فيدن عليك الفجر وانت في السفر، ساعتها لك ان تفطر بلا حرج. لكن الحنابلة قالوا لا، ممكن إيه، وخدوا بفعل كثير من الصحابة زي سيدنا أبي أيوب الأنصار، ركب الباخرة في الفسطاط هنا ولسه البيوت موجودة، وبعدين أول ما ركب الباخرة جاب الغداء بتاعه قعد ياكل. إيه ده يا أبو أيوب؟ ليه بتعمل كده؟ ده أنت شايف البيوت إيه، ما خرجتش عن المدينة. قال: هذه سنة أبي القاسم. واخد بالك؟ حسب ما فهمها هو، فهمها كده. لكن اللي اعترضوا عليه صحابة تانيين، الصحابة فهموا انك انت لا تسمى متلبسا بالسفر الا اذا فارقت المدينة اللي انت مقيم فيه. وابو ايوب كان فاهم ان هو تلبس بالسفر بمجرد انه حز من الامتعة حتى لو ما تحركش. فدي امور فرعية بيختلف فيها ايه الصحابة، فالامر واسع، وعشان كده تجد ان الامة كلها على خير. فاهم؟ تقوم تعرف ان الامة كلها على خير وما تقلقش عليه. اللي يقول هلك الناس فهو اهلكهم، أم تنام مش هتهلك. فهمت بقى ازاي؟ دي ليهم آراء ودول ليهم آراء ودول ليهم آراء، والحكاية ماشية. يعني أنت شافعي وماشي برأي الشافعية، ولو طلع عليك الفجر وأنت في المدينة مش عايز تفطر تكمل يومك، كمل أنت. افرض مراتك يا أخي عايزة تفطر، سيبها تفطر، ما في مذهب بيقول تفطر. ولادك عايزين في الإفطار. يعني مش شرط تلزم كل الناس اللي معاك على مذهبك. أنت خد مذهبك واعمل بيه في نفسك، وسيب الناس براحتها، لأنه الشرع واسع، الشرع أوسع من مذهب، الشرع يشمل كل هذه المذاهب. فهمت بقى؟ باب متى يفطر الرجل إذا خرج من بيته يريد سفرا.
وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره عن عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري سفينة من الفسطاط في رمضان فذهب فدفع فقرب غداءه ثم قال اقترب فقلت ألست ترى البيوت؟ فقال أبو بصرة أراغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هو فاهم انه طالما ركب السفينه حتى لو ما زال في المدينه يفطر. يعني انت هتسافر من القاهره ونزلت على السيده عائشه تجيب سندوتش فول من محل الفول اللي عند بتاع السيده عائشه وتفطر عادي خالص مفيش اي مشاكل. الشافعي يقول لك لا، ايه ده اللي بتعمله ده؟ لما تخرج ايه ده؟ انت الفجر ادن عليك يا اخي، واذا اجتمع الحضر والسفر غلب حكم الحضر، قواعد عند الشافعيه كده. طب يسيبه يا سيدي، ما ده ماشي على مذهب ايه؟ ابو بصره الغفاري وابو ايوب الانصار وسيدنا انس بن مالك، كل دول كان رايهم انك انت مجرد حزمت الامتعه وحطيتها في العربيه او في الشنطه، شنطه العربيه او على الجمل، كان زمان جمل دلوقتي بقى عربيه، واخد بالك؟ يبقى لك ان تفطر. فالامر واسع يعني. ونقف على باب من افطر يوما من رمضان متعمدا غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.